الانترفيو. سي طارق، سي بسام، مرحبا، جزيل الشكر على قبول الدعوة. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. كل انتخابات وحنا حين بخير. هذايا الاستحقاق الانتخابي 11 منذ سنة 2011. ركمنا من المفروض تجربة تنظيميا أمنيا على مستوى العملية الانتخابية. هل اللي لاحظتوه البارح ينم عن على مراكمة لهذه التجربة، ولا وخرنا بالتوالي؟ البارح نحكي على الدور الثاني للانتخابات التشريعية. نبدأ معك سي بسام. خلينا نقسموا السؤال من ناحية اللوجستية وتجهيز المكاتب والعملية التقنية. تقريبا الهيئة جاهزة، الصندوق موجودة، الأوراق المطبوعة، الأوراق الاقتراع موجودة، الأعوان موجودين، لكن من الناحية التنفيذية وتطبيق الإجراءات ما زلنا إلى حد الآن نشوفه في عدم احترام للإجراءات وتطبيق خاطئ لبعض الحالات نستغربها، لأنه اليوم على الأقل ما زال عندنا موعد، ما عندوش حتى شهر معناتها الدورة الثانية راح نتحدثوا. الأعوان مفترض صار لهم تكوين أول قبل الموعد الأول، وزادوهم تكوين ثاني قبل الموعد الثاني، فأنه اليوم نلقاو ما زال تحبير الإصبع يصير بطريقة غالطة، وإلا نلقاو عمليات مرافقة لناخبين على غير الأشكال الموجودة في القانون. الأشكال الموجودة في القانون في المرافقة أنه يكون ناخب ذوي إعاقة وعنده بطاقة إعاقة، نلقاو ناس آخرين لا عندهم إعاقة ولا عنده بطاقة إعاقة وتصير المرافقة نتاعها، معناتها نستغربوا كيفاش تصير الحالات هذو، مفترض ما تصيرش. نلقاو زاد أعوان يجي للملاحظ يقول له أعطيني بادج 2023 ما كانش ما يخليكش تدخل. يا صديقي راك عاون الهيئة، والهيئة أعنت، هي قالت البطاقة نتاع اللي سجلنا اللي أعطيناها في الدور الأول صالحة للدور الثاني. والانتخابات هي انتخابات لسنة 2022 بداية الموعد نتاعها. فتلقى أعوان يقوموا بالأشياء هذوما تقعد تستغرب. ثم تغيير الإجراءات بصفة عامة. احنا كنا قبل في تعاملنا نتعامل مع الهيئة كشركاء. صحيح ننتقدوها وقت تصير أخطاء، صحيح نتحدثوا على مخالفات على تجاوزات، صحيح لكن في العلاقة نتاعنا بالأساس هي علاقة شراكة كمجتمع مدني كطرف من الأطراف نتاع العملية الانتخابية بصفة عامة. هذا المعنى قاعد يتضرب ويتهرى وكأنه ما عاش حاجتهم بالمجتمع المدني. وبدا هذه تقريبا حاجة ملحوظة كبيرة، بدأت من الشطر الثاني نتاع يوم 17 ديسمبر، يعني من نصف اليوم بدأت عملية تعتيم بخصوص أرقام الناخبين المشاركين الإحصائيات، وتواصل منذ بداية الصباح بالنسبة ليوم أمس. باش نرجعوا لنسب المشاركة، باش نخصوا لها حيز زمني، لكن هل ما نعرفش قسمنا توا سي بسام قسم العملية إلى الجانب اللوجستي اللي كان موفق، الجانب الإجرائي هكا يمكن إجرائي، نعم الجانب الإجرائي هو اللي كان فيه مشكل، حسب تقديرك شنو السبب؟ خليني نقول بالأساس كما ذكر الدكتور توا أنه احنا لاحظنا أنه بنسبة 97% كانت سير في الجانب اللوجستي من معدات من مكاتب معده وموجوده وتحلت في اوقاتها الا 3% اللي هما وخروا باقل من ساعه في الجانب اللوجستي. يقعد ومعناها وباش نعقب على كلام الدكتور انه في طريقه تعامل ممثلي الهيئات الفرعيه في المكاتب من رؤساء مكاتب ورؤساء مراكز اقتراع اللي ربما الظرف كان قصير وما كانش فما تأطير والا اعاده تذكير بدورهم وشنو يلزمهم يكونوا يتعاملوا مع المجتمع المدني مع الاعلام وحتى مع الناخب في حد ذاته. هذا اللي هو بصفه اجماليه اللي موجود. قداش نعطيوها النوت؟ نفرضوا ليزي تلميذ قدم لكم في دورها الاول ودورها الثاني زوز مع بعضهم، قداش تعطيها النوت؟ ما احنا ما نحبوش نعطيو ارقام. باش نقول لك انا باش نمشي معك اكثر. لو كان نمشي بالترقيم تقول لي تعطيها الف ا والا بي والا سي تنقول لك نعطيها سي، معناها لانها حقيقة خلات الجانب اللي هي موكولة من أصله ومن أساسه باش تقوم به ومشيت لحاجات معناها ثانوية وإلا جانبية اللي ربما فات منها الضمان أنها ما عادش ماسكة بزمام الأمور. سي بسام أنا مش نسيت حاجة أخرى، نوت كيما عملت موديس سي أ أدي معناها قريب من لخص كل شيء، قريب من الإفلاس سلبية زادة قريب من الإفلاس معناها. شوف للأسف الهيئة دخلت في حالة إنكار للي قاعد يصير بخصوص العملية الانتخابية،
ونذكر وذكرنا قبل في 2019 و18 وقلنا في هذا الوقت راهي العمليه الانتخابيه ماهيش عمليه تقنيه بحته، فيها جانب ثاني، واوكلناه للهيئه العليا المستقله للانتخابات في دستور 2014 وحتى في الدستور هذا تعاودت الحكايه، راهي مؤتمنه على جزء من الانتقال الديمقراطي، ومؤتمنه على نشر مبادئ الديمقراطيه ونشر مبادئ العمليه الانتخابيه والمشاركه في العمليه الانتخابيه، ومشاركه انه يكون المسار الانتخابي وهذه مسؤوليتها هي بالاساس مطابق للمعايير الفضلى. ونبهنا من اللي صدر المرسوم 55 وقلنا راهو تبعات المرسوم عليكم يا هيئه مش يكون صعيب، خاصه في ظرف وقت قصير تحبوا تنفذوا زوز مواعيد اللي هو زوز معناتها دورتين للانتخابات التشريعيه وفيها نظام اقتراع متغير وفيها تقسيم دوائر انتخابيه متغيره وفيها عديد الاشياء متغيره واحكام ترشح متغيره وهذه متغيره وهذه متغيره، راكم مش توصلوا مش توقعوا في صعوبات. هذا بخلاف انه تلك التغييرات في جزء منها ما كانش محترم لمبادئ عامه وما كانش زاد محترم حتى لشرح اسباب تقسيم الدوائر الانتخابيه. مازلنا الى حد الان ما احناش فاهمين كيفاش صار ولا علاش صار ولا كيفاش بالطريقه هذيك، وحتى كي حبينا نحلوا القينا معناتها التضاربات اللي فيه كبيره وما فيها حتى معنى، واحد النتائج نتاعها اليوم عندك 7 دوائر انتخابيه ما صارش فيها انتخابات وشاغره. هذه بالاساس ناجع على الاستشاره اللي صارت ما بين رئاسه الجمهوريه والهيئه العليا المستقله للانتخابات، لانه المفترض واضحه انت عندك 7 دوائر مستحيل تصير فيهم 400 تزكيه. دوك كان جاي كونسي دو كلاس سي بسام معتر وسي طارق القرواشي يرسب التلميذ في الاختبار. نسبه شوف المرآة الاخيره هي نسبه الاقبال. باهي اليوم عندك عرض الناخب قال لك لا. انا حاجه سي طارق جوست مقبليك قلت لي اللي الهيئه ركزت في ما لا يعنيها اكثر من اللي لازمها هي تتلهى به. لا مش في لا يعنيها، هي اختارت انها تختار محور وغلبته على عديد المحاور في على الانتخابات. راهي الانتخابات نعاود نقول راهو يوم الاقتراع هو مرحله من مراحل كامله نتاع دوره انتخابيه، من قوانين، من تعيين الهيئه، من قرارات، من اجراءات، هذا الكل معناها هو بروسيس كامل، ويوم الاقتراع والا حتى معناها الارقام راهي هي جزء من مسار كامل. اللي حبيت نقوله انا فيما يخص الهيئه انها احنا خرجنا في 4 نقاط مهمه في بيان نتاعنا ومنشور على صفحه المراقبون، قلنا انه شكليا هو دور اول لكنه معناها في دور ثاني لكنه دور اول مكرر. معناها النسخه اللي صار انت باش نقيموا عاده اللي تقعد اكثر حاجه عالقه عند الذهن الناخب والا هما اللي فاعلين في المجال السياسي، انه الارقام تعودنا احنا مدرسه نتاع ارقام، انت وقت اللي تجي تلقى نسب معناها ضعيفه بنسبه 11.3 والا نسبه 11.2 يقول لك هذايا معناها غير موجود. اشنو هو التبعات نتاعو؟ اش خذات هيئه بار اكزومبل من الدور الاول؟ مو انت عملت دور اول كان فما اخلاليات ولا فما حاجات مش ماشي، اشنو اللي مطالب انت في الدور الثاني؟ انك تحسن. وباش باش تحسن؟ بقرارات وهكا ولا بقوانين. انت تجي تشوف الدور الثاني ما خذات كان 4 قرارات اللي هما معناها معناها ما يمسوش برشا انك تحسن نسبه الاقبال في الدور الثاني. من بين الاربع قرارات هذوما هو كيفيه معناها مد الملاحظين الاجانب بالاعتماد، هذه مشكله تو باش تاخذها كقرار وتعبته والا معناها المحليين الممثلين على المترشحين. وانه القرار الثاني اللي هو يتمثل في انه حافظنا على نفس سقف الانتخاب سقف التمويل، وزيد ما عندكش الحق اذا كان انت قمت بالحمله نتاعك الاولانيه وترجحت للدور الثاني وقعد لك فائض مك التمويل نتاعك ما عندكش الحق انك تضمه للمرحله الثانيه. يعني هذا معناها بالاساس معناها باش يزيد والا باش يدعم الناخب انه يمشي ويدلي بصوته. هذه حاجه. اثنين مثال في اللي خذات هي معناها قرار شفوي على عن طريق معناها حصه اعلاميه تقول اي على اساس انه تنظيم المناظرات. يا اخي ما تهبطش انت قرار، ولو انه راهو في 2019 اوت 2019 كان فما قرار مشترك بين الهيكا وبين الهيئه في تنظيم المناظرات. خذاته هي فيربالمون وباش تستند عليه. واهم حاجه علاش قلنا راه فما ارتجال وفما ارتباك وما فماش رؤيه وما اعتبرناش من الدور الاول. انت وقت اللي تجي نهار 15 وتعلن على النتائج النهائي
وتقول راه في نفس النهار تقول راه نهار 16 تبدا الحمله الانتخابيه، انا كمشارك ما عنديش شنو انت الضوابط اللي باش نخدم عليه. بالتالي هذا اللي معناه يخلي لنا نتسائلوا احنا مدى فهم والا معناها ادراك اعضاء الهيئه بقوه المسار والا معناها ما يجب ان تقوم به. 120 مليون اس ام اس تم بعثوا من طرف الهيئه للمسجلين باش يحضروا ينتخبوا فهل الانتخابات هذه. بالرغم من هذايا الرقم قعد هو نفسه 11.22 11.3%. يعطيه الصحه صديقي طارق، هو نفس الاسباب تعطي نفس النتائج. ال 120 مليون اللي بعثوهم رسائل ايجا اصبح فيهم حتى جزء من التوانسه ولا متقلق منهم. هرسله تقريبا هرسله. معناتها سيبني راك فدتني، ما قلت لي اول مره سيبني هذاك اوكي اذا عندي تو نجي. وحتى كان نقيموها الطريقه نتاع بعثين الاس ام اس، يعني زعما اس ام اس باش يقيم شخص ولا يقنعه انه يشارك في العمليه الانتخابيه. انا نظن انه الحمله الانتخابيه نشطه، انه المفاهيم تحدثنا عليها سابقا، لانه راهو اليوم احد اهم الاسباب نتاع خلينا نقولوا عزوف الناخبين هو ضبابيه المشهد قدامه، ماهوش فاهم العرض اللي مطروح عليه، ماهوش فاهم صلاحيات النائب اللي مشي ينخب له، ماهوش فاهم هالدستور الجديد كيفاش تبدل نظام رئاسي وشنو هي صلاحيه مجلس نواب الشعب، ماهوش فاهم يا اخي مش يكون مجلس نواب الشعب كما قبل والا لا، ماهوش فاهم وماهوش عارف المترشحين شكون هما. هذه انك نحيت هكا الكاسكيت تاع الاحزاب تاع خليت ثم ضبابيه يبدو يسال الناس اي فلان شكون هو؟ والله حتى ما نعرفوش. ثم حاجتين بربي نحب نسالكم عليهم الزوز باش لا زوز مواضيع بالحق نحبهم يتسكروا بصفه نهائيه. بناء على كلام خبراء، الحاجه الاولانيه فم برشا من مساندي رئيس الجمهوريه ومساندي المسار هذا يقول لك ما هي نسبه المشاركه ماهيش بالاهميه هذيا وماهيش اخيب ما سجل في تونس بالنمارة الانتخابات البلديه نتاع 2018 اخيب. هل هذا صحيح ولا لا؟ لا هذا صحيح. السؤال الاول والسؤال الثاني يجاوبك عليه مباشره بلا ايوه والسؤال الثاني بربي خلينا نفصلوها مره فوبرتوت كما يقولوا، هل مسؤوليه هيئه الانتخابات في انه يكون فما اقبال كبير على الانتخابات والا مسؤوليتها تقف في توفير الظروف اللازمه الكل تقنيا وكاو؟ هاو باش نجاوبك انا على نسبه الاقبال وتحكي على الانتخابات الحكم المحلي اللي هو في 2018. أي. يلزم نمشيو للذهن التونسي. احنا قلنا في 2011 في المجلس التشريعي كانت هبه من المواطن التونسي اللي هي فاتت 50% من نسبه الحضور والا نسبه الاقبال للتصويت، لانها الناس كلها عندها موجه بنايه جمهوريه جديده ويحبوا نفس جديد. هذا معناها بالاساس موجود. في 2018 راهو مازال الذهن الناخب التونسي يعتمد على فكر الحكم الرئاسي. بالتالي معناها باش تقسم له الدوائر وهذا هو طحنا فيه احنا في التشريعيه 2022 2023، انه اكتسى البعد المحلي والجهوي على برنامج الناخبين واللي خلى معناها ربما يكون معناها هذا سبب من اللي خلى نسبه الاقبال تكون ضعيفه. بالنسبه للهيئه نعم يا سيدي مسؤوله وموكول عليها انها توفر الاطر القانونيه وانها تخلي المجال وتعطي الفرص اللي تسمح والوقت اللي يكون موجود فيه الناخب ويكون فيه زاد المترشح يعطي برامجه ويكون عنده اكثر قرب، وقت اللي تمنعني انت كما انا مترشح فردي وشفنا معناها التصنيفات ونوعيه المترشحين وتمنعني حتى من التمويل العمومي، كيفاش باش نقوم بالحمله انا؟ يا اخي انا حتى بمجرد باش نمشي معناها باش نعمل مقهى سياسي مطالب اني نحط دبز ماء، نحط حاجه كرواسون، نحط باش انواع كي نجي باش نخطب لك نعمل لك معناها خطاب يقعد ساعه وساعتين وانت عطشان والا ما عينكش باش تقوم باش تزعف وتمشي على روحك، معناها هذوما من الاسباب اللي ربما تخلي نسبه الاقبال تكون سي خلينا نعطيو ارقام صحيحه. احنا تو اوكي شوف عندنا 8 مواعيد انتخابيه خرجوا 11 ذهاب للناخبين لصندوق الاقتراع. اقل عدد قبل 2022 اقل رقم مشاركه هو 1,914,239 بمناسبه الانتخابات البلديه، والنسبه مادام يحبوا عني سب الجماعه هي 33% من الكتله الناخبين في ذاك الوقت، والعدد المشاركين نعود 1,914,000 يعني تقريبا الضعف برشا من 800,000 اللي موجودين. يعطيك الصحه.
لا كي نجمعوا كي نجمعوا الدور الاول والدور الثاني يذول لي نلقاو روحنا لا لا يا استاذ هذا لا ماهوش شوط اول وشوط ثاني. باش نقول لك راهو باش نقول لك اما بعد منك يا دكتور. ايوه بالله بالله شوف سي طارق القرويشي على المراقبون تفضل. انا بالنسبه لي انا فما جانب علمي ما يلزمش تمس. وقت اللي نقولوا ا بلس بي تقال سي عمرها ما تكون تقال دي. دونك من الواحد انت كان عندك دور اول فيه نسبه مشاركه نتاع 9 ملايين. من 51 باش نحكي على الدوائر البر 10 دوائر سجل الانتخابي ب 9 ملايين 9 ملايين جيت قلت في الدور الثاني بعد اللي خرجوا وبعد اللي فازوا معناها كان معناها بصفه فرديه والا زوز واحد منهم ترشح والا في بعض الدوائر فما شكون جاب اكثر من 51% وتعدى هو المرحله الثانيه قعدوا عندك 131 دايره اللي هما طاحوا ل 7 ملايين ناخب بالتالي ما تنجمش تجي تقول لي انا مثال عندي 11.2 في الدور الاول وعندي 11.3 في الدور الثاني نجم احمي يولي عندي 22.5 غير معنى مش معنى مش تولي تسمع زاد اللي ما جاوش اللي ما جاوش الشعب التونسي اون دوبل يعني انا وي تمشي انت معناها في الدور الاول تصوت بنفس بطاقه تعريف خاطر هي معناها الهيئه تستعمل اليو اس دي تو وقت اللي تعدى الناخب ومن بعد ما يعمل الاحبار السيد الالهي بالسجل يعدي رقم بطاقه التعريف نتاعك باش يتم احتسابك معناها نحسبوك مرتين مش معقول نولي نولي عندنا 18 مليون ناخب احنا مسؤوليه الهيئه. شوف مسؤوليه الهيئه كيف الهيئه القانون يتحط ويقول الهيئه تستشار في القوانين اللي تتعلق بالعمليه الانتخابيه والهيئه تخرج وتقول والله استشارني هذه بالحق استشارك هي استشارني بعث لي البارح هو بعث لك البارح ولا نص اللي هبط القانون وهك انت مش تحمل التبعات تاع القانون يا هيئه يا اخي في المعايير وفي التنظيميا وباش التونسي يدخل في المناخ وفي العمليه الانتخابيه مش يلزم على الاقل 6 شهور الانتخابات التشريعيه لا 3 شهور كافيه يا هاك 3 شهور وهاك الاختيار بتاعك وهو عدم حرصك انت على دورك حتى من الناحيه القانونيه والسر ان تكون القوانين مطابقه للمعايير والمده الزمنيه كافيه هاو شنو اعطانا التبعات نتاعها اعطاك انت تجري ما تلحق وراء قرارات وراء قرارات وتمديد ولا تمديد تمديد في التسكيات زيد اعطيه شويه وقت اخر ما لحقوش زيد اعطيه شويه وقت ما لحقوش التبعات نتاع نظام اقتراع جديد وكل شيء جديد ومع عمليه تمويل الصعيبه ياسر للحملات الانتخابيه خلت عندك حملات انتخابيه نتاع بورتا بورت مسكنات يدوروا من قهوه لقهوه ليس ليس مطويه قد هكايا فيها جملتين وعموميات مع برامج محليه حتى المترشحين ربي معاهم راهو حتى هما راهم مضامين في العمليه هذه لانه حتى اسباب مش يقوموا عملية حملة انتخابية كما يجب لم تتح لهم مع العركة اللي عملوها مع الهيكا وأقصاء الهيكا مع أنه زاد جزء من المشهد الإعلامي اختار أنه ما يشاركش لأنه حتى ضبابية هذا المشهد وشكون ياخذ القرار وشكون يعاقب وشكون ما يعاقبش وشنية التصرف اللي مش يصير لي إذا لا قدر الله أنا أخطأت في عملية برمجة الناس هذوما العدد الكبير نتاع المترشحين اللي على خلاف طرق الاقتراع الاخرى اعطاك مشهد ما تنجمش انت تجيب 1025 مترشح في دور اول وحتى 262 في دور ثاني صعب وصعب جدا باش تعطيهم في تكافؤ فرص وفي مساواه تامه وعداله في الحضور شفنا مناظرات بخمسه دقائق وسته دقائق وتعبير مباشر بدقيقتين هل هذا باش يمس الناخب ويخليه يمشي هل هذا باش يفسر البرنامج الانتخابي صعب جدا هيك علاش قلنا الهيئه العليا للمستقبل الانتخابات هي لديها جزء من المسؤوليه والجزء الاخر يتحمله بالطبيعه صاحب السلطه اليوم سيد معناتها مؤسسه رئاسه الجمهوريه اللي هي تقريبا قدمت العرض كامل هذا سواء من ناحيه نظام الحكم والنظام السياسي في الدستور هي فقط راهو مش يقول لك على حاجه في تقرا الدستور التونسي اللي طلع من التوانسه ما عادش قداش من التونسي طلع اما كي يلقى فقط انه كلمه السلطه التشريعيه تبدلت وولات الوظيفه التشريعيه يقول لك ماشي الحكايه هذه مجلس ماشي نتاع في روحي وماشي مش يجيب لي المجلس هذايا الزيت والماء ودرشنيه 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 ف التلبس نتاع عده اشكالات مع بعضها كيف نقعدوا في دور تقني باش تفوتنا الاحداث وباش يفوتنا الواقع ومش نلقاو رواحنا في للاسف نقول للاسف في نسبه اقبال لا تخدم تمثيليه مجلس نواب الشعب لا تخدم لا تعطيه مجلس نواب الشعب كي يجي من انتخابات فيها مشاركه واسعه راه يدخل بمعناتها باكثر ثقل يدخل باكثر مشروعيه مش راح نحكيش على الشرعيه، الشرعيه موجوده بالقانون، شاركوا حتى 1% موجوده شرعيه، نحكي على المشروعيه يدخل باكثر ثقل، هذا كل مش توفر راهو المجلس النواب القادم، زد على ذلك انه مجلس النواب الشعب القادم مش يقعد يستنى في جزء من صلاحياته تركيز مجلس الأقاليم. المجالس والاقاليم اللي هو غير مدرج في ميزانيه الدوله لسنه 2023.
غير مدرج. بون هذا من يجمو يلقاو على حل من خلال ميزانيه معناتها الهيئه العليا المستقله للانتخابات، لكن الى حد يوم ما عندنا حتى افق ونعرف حتى كيفاش وقتاش باش يصير وكيفاش باش يصير حتى تقسيم الاقاليم والمجلس التشريعي بالقانون بالدستور ما ينجم يكون معناها عنده صلاحيه وينجم يكون بمهامه الا ما تكون موجوده معناها الغرفه الثانيه اللي هي معناها برشا فلو برشا حاجات ما هيش. لكن في كل هذا سي طارق وسي بسام مسؤوليه الهيئه وقت اللي مثلا ماهر جديد يخرج البارح فيما يخص سد الشغور ويقول شروط الترشح كانت مجحفه خاصه للتونسيين بالخارج، في الاخير القانون الانتخابي تم عرضه عليك وانت صدقت عليه. اكيد اذا انت ما عجبكش سامحني شنو نتذكروا بالله خلينا نتذكروا. تفضل دكتور تفضل. نتذكروا 2011 اول هيئه انتخابات حبيناها عليا مستقله عطاوها موعد قالت لهم لا. اي اجلته كان في جويليا اجلته الاكتوبر. قالت لهم سامحوني ما نجمش. خلينا نزيدك حاجه تتذكر انا جيت بحذاك اصرت صحيح لوندوما كان نتاع الدور الاول وقلنا راهو فما اشكاليه تتذكر معناها قلنا راهو فما معناها دوائر اللي ما نجمش يطلع فيها مترشحين بحكم القرارات اللي هي موجوده واللي هي راهي عندها معناها صفه انها تثبت وتعطي ابداء الراي وقت اللي المشرع يهبط قانون اللي هي معناها عندها الاكسبرتيز في الانتخابات في القانون الانتخابي تقول هذا شرط مجحف والا لا. واللي سمعنا سي منصر البارح اش يقول في صوره معناها بعد اخر مارس وقت اللي تم الاعلان على النتائج النهائيه يقعدوا يستناو حتى المجلس التشريعي يتنصب ومن بعد هو عنده خاطر سيد نفسه يقول لك انا يا نواصل نقعد معناها ناقص سبع مقاعد والا لا والا معناها يولي يوكل الهيئه انها تقوم معناها بانتخابات جزئيه باش يتموا الواحد ويطلب زاد في نفس الوقت انه تتم مراجعه القانون الانتخابي. بنا حق انا تشحفني وما لقيتش روحي في الدور الاول اني نكون معناها نجيب 400 تزكيه فهمتني ومن بعد يجي معناها واحد اخر في دوائر اخرى اللي هي ناقصه وتسهل ولا تعطيه ونسال حاجه اخرى هو ما قالهاش لما حلا ما انا نسال هل انه كي باش يراجعوا عدد التزكيات زعما باش يزيدوا يوفروا في المال العمومي لانه ما نجموش يقوموا بالحمله نتاعهم الناخبين والا كيفاش؟ باش يعطيه والا باش يزيدوا التو نتاع السقف هذا مازق قانوني دستوري من المازق الكبار جزيل الشكر وهيك علاش مشاو الاقتراح نتاعهم هو الاقتراح غير معقول لانه الدستور يقول 161 نائب في مجلس الشعب وما ثماش علاش باش المجلس الثوابي بعد يقول والله يزيني فيه 154 فيه ما فماش شغور قبلي فما شغور بعدي ومعروف جزيل الشكر سي طارق القرويشي عن شبكه مراقبون دكتور بسام ماتر رئيس جمعيه عتيد شكرا لكم على كل هذه الإضافات. كنت ضيف الانترفيو بعد لحظات صفية المحرر تعطينا نشرة مفصلة للأخبار وراجعين في الإكسبريس موسين معكم حتى الماضي 3.